أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بالصحة والراحة. كل سنة وانتم طيبين وعيد مبارك سعيد. هنعمل النهاردة حلويات، بس حلويات من نوع تاني. هنبعد عن الحلويات المغربية ونروح للحلويات شرقي على غربي على كل حاجة. طيب هنقدم النهاردة وصفات. أول وصفة فيهم هنقدم فيها أم علي، تمام؟ بس أم علي بالموز، يعني كل شيخ وليه طريقة. هنعمل أم علي بالموز، هتبقى حلوة جدا. وهنعمل التشيز كيك بالشوكولا والفراولة، وهنعمل كمان رز بلبن. خليكم معانا، نروح فاصل ونرجع لكم على طول. رجعنا لكم من الفاصل مع أم علي. طيب أم علي بالموز هنحتاج فيها لبن طبعا، سكر، لبن محلى أو المكثف، وموز، زبيب، وقشطة. وهنا أنا هعملها بالكرواسون، بس يبقى متحمص شوية. بنحطه في الفرن، بنقسمه نصين ونحطه كرواسون سادة ونحطه في الفرن يتحمص شوية. ممكن نعملها بالباتفيه، ممكن نعملها بالعيش، يعني في ناس تعملها حتى بالعيش بتبقى حلوة جدا، بس هي بالكرواسون بيبقى طعمها رائع. طيب هناخد بالموز، طبعا هي بتبقى جديدة بيبقى طعمها هايل. هناخد اللبن هندفيه شوية، طيب اللبن بندفيه، وناخد الطاجن بتاعنا نرص فيه الكرواسون. لازم ننشفها تبقى بالشكل ده، لانها لسه هتبقى يعني لما نسقيها هتبقى طريه جدا معانا. طيب انا برصها بالشكل ده، ناخد ده مش مشكلة، حتى لو كسرت معانا مش مشكلة، المهم أنا عايزة أرصها بالشكل ده. طيب هاخد السكر وهحطه في اللبن، أنا مش عايزة اللبن يسخن، أنا عايزاه يدفى بس. وهناخد معانا اللبن المكثف، بس اللي هو المحلى المكثف هو ده. طيب هناخد اللبن المحلى، هبقى عاملة حساب اني انا يعني ديجا حاطة فيها سكر وده مسكر، فمش عايزة اكتر عشان ما يبقاش سكره عالي. طيب انا بدفيه بقلبه تقليبة بسيطة لحد ما اللبن المكثف احس انه بقى مع اللبن عادي والسكر داب، وباخده بعمل موز باللبن، عصير عادي جدا. هناخد الموز بتاعنا، انا عايزاه يبقى تقيل، فهحتاج فيه هنا هاخد 3 موزات عندي، بس انتوا المقادير بالظبط عشان تبقى مظبوطه معاكم هتلاقوها على الشاشه. هناخد الموز بتاعنا ونحطه، طيب احنا عايزين نعمل العصير بتاع أم علي، عايزينه يبقى تقيل شوية ما يبقاش خفيف. لو احتجت تزود موز هزود برضو، انا حاسه اني هزود. ف طيب هنشوف الموز بتاعنا، هزوده واحده كمان.
طيب هنبتدي نفضيها بالراحة، نفضي الموز عليها بالراحة ونقوم جايبين الزبيب بتاعنا والقشطة. وهناخد الزبيب، ممكن نعمل فيها اي نوع مكسرات احنا عايزينه، ممكن يتعمل بجوز الهند كمان، ممكن يتعمل بعين الجمل او اللوز. واحط مكسرات في النص وهنحط عليها القشطة بتاعتنا برضو في النص، مش فوق ولا تحت. بيبقى طعمها حلو جدا، تبقى هايلة. طيب بنرجع نحط الكرواسون بتاعنا، ونرجع نحط عليها العصير لحد ما نغطيها وبندخلها الفرن. قلنا ابعدكم، قلت ابعدكم شوية عن الحلويات المغربي كده. أم علي بتاعتنا جاهزة، هندخلها الفرن. وبعد ما بندخلها الفرن يعني بنسيبها حوالي نص ساعة، هنلاقي الموز ده كله بقى زي المهلبية أو زي الجيلي كده ماسك مع نفسه. وبعد كده بعد ما بنخرجها من الفرن نسيبها تهدى شوية، وبنقوم حاطين عليها رشة سكر ومزوقينها بالموز، بقطعة من الموز، ونقوم محمرين الوش بتاعها. يعني ندخلها الفرن تحمر الوش بتاعها، أو بالبشبوري بنحمر الوش بتاعها، بنحرق السكر اللي فيها، بتبقى بالشكل ده. بنقدمها بالشكل ده، بيبقى طعمها حلو جدا، تبقى هايلة. ممكن نعملها في بلاد صغيرة ونقدمها على قد الفرد، بس لازم تجربوها. طيب هنشيل الحاجات دي وهنروح للوصفة التانية اللي هي التشيز كيك، بس نشيل الحاجات دي من جنبنا. قدمنا لكم ام علي، بتبقى بالشكل ده، ام علي بالموز، بيبقى طعمها هايل ورائع، لازم تجربوه. وتغيير حتى للمغاربه، بيبقى طعمها تحفه، لازم نجربها. طيب هنروح للتشيز كيك. التشيز كيك هنعملها بشكلين او بطعمين، هنعملها بالشوكولا وبالفراوله على الكريمه. طيب هنحتاج فيها ايه؟ هنحتاج فيها كريم شانتيه طبعا مضروب، انا عاملاه هنا مع شويه سكر بودره وبضربه لحد ما بيبقى عندي متماسك بالشكل ده. هنحتاج نوعين بسكوت، بسكوت شوكولاته وبسكوت فانيليا، ومربعات جبنه. هنحتاج باودر الشوكليت اللي هو الكاكاو، جيلاتين، وطبعا سكر بودره، ومربى هنا انا عامله مربى عادي، وشوكولاته للتزيين، والصوصات برضو شوكليت، صوص شوكليت وكراميل وفراوله للتزيين، نفس الحاجه. طيب هناخد البولة بتاعتنا عشان نعمل الجبنة، وهناخد معاها السكر. هنحط الجبنة، لازم نضربها كويس جدا. لحد ما تبقى زي الكريمة، يعني عايزين نضربها لحد ما تبقى كريمي خالص معانا. طيب هحط معاها شوية سكر، نجيب معلقة او ده، يعني من الحاجات الحلوة اللي سهلة اننا نعملها وبتبقى سريعة، ما بتاخدش معانا وقت. فيعني لو عندك ضيوف، جم ناس على غفلة عندك فبتعمليها، ما بتاخدش معاكي وقت خالص.
طيب انا هضربها براحتي وهنروح فاصل ونرجع لكم تاني نكمل الخطوات بتاعتنا. خليكم معانا. ورجعنا لكم من بعد الفاصل. انا ضربت الجبنه مع السكر هنا وهنروح نحط عليها الكريم شانتيه اللي احنا عاملينه ونضرب. طيب هننزل بس الجوانب عشان عايزين نضربها كويس، ما بتاخدش زي ما قلت لكم وقت معانا كتير. هحط بس عليها، هزود شويه كريم شانتيه وبعد كده هنرجع نضرب تاني. طيب احنا كده هناخد الجيلاتين، هنكون مجهزين ميه سخنه حاجه بسيطه. طبعا ده كتير، انا بالنسبه لي هاخد منه، يعني هناخد حاجات بسيطه جدا. هنقص انا هنا بس وبعد كده هاخد اللي في البوله عشان مش عايزاها تمسك معايا كتير، يعني عايزاها تبقى طريه في ايدي، ما تبقاش يعني واحنا بناكلها ما يبقاش طعمها ماسك بتشد معانا، فما نكترش الجيلاتين. بندوبه كويس وبنستناه لحد ما يبرد معانا. طيب عقبال ما يبرد معانا الجيلاتين بتاعنا هنروح للبسكوت اللي احنا المفروض ده اوكي اللي المفروض بنبقى يعني انا مجهزاه هنا. هو بيبقى بسكوت ساده بس مضروب مع زبده دايبه، يعني بندوب ناخد الزبده ندوبها، يعني هناخد البوله بتاعت البسكوت كده ناعم هنفرمه يبقى ناعم خالص وهنحط معاها نص كوبايه زبده، زبده سايحه. نفس الموضوع للبسكوت بالشوكولا، يعني انا عامله نفس الحاجه، ده انا حاطه عليه نص الكميه، يعني لو بوله زي دي هناخد نص كميه زبده دايبه وهنضربهم مع بعض او نخلطهم مع بعض وهيبقوا بالشكل ده. طيب هنحطهم في هنعملهم في كاسات مش هنعملهم في صينيه عشان يبقى يعني تغيير. بناخدهم، هو التشيز كيك في العادي احنا بنمسك البسكوت بنكبسه او بندوس عليه مع او في الصينيه، يعني لما بنيجي نحطه في صينيه بندوس عليه. انا هنا مش هدوس عليه، هخليه بالشكل ده بس هعمله بالراحه بس مش هكبسه، يعني كده. طيب هخليهم هنا لاني انا لسه هحتاجهم. هنروح نشوف الجيلاتين بتاعنا. وهناخده ضربة خفيفة خالص. طيب هناخد بولة تانية هنقسم الكريمة فيها اللي احنا عاملينها، هناخد النص هنا والنص هنا. طيب النص الأبيض ده هنعمله للفاتح، للبسكوت الفاتح اللي هو البسكوت الفانيليا، والنص الغامق هنضيف عليه بودرة كاكاو وهنحركه كويس. طيب كده تمام، هاخد عليه شوية بسكوت من عندي وهحطه عليه برضو.
وهنخلطه تاني. عايزه اقول لكم بيبقى طعمها حلو جدا والاطفال بتحبها قوي. طيب وهنحطها بالشكل ده وهنرجع نحط طبقة تانية من البسكوت برضو زي ما قلت لكم ما بنكبسهاش خالص بنعملها بالراحة. وهقوم مزودة بودرة كاكاو هنا عشان يغمق معايا يبقى حتى في الشكل أو في الديكور بيبقى شكله أحلى وبيبقى عندك ليه يعني كذا طعم مش طعم واحد بس بيبقى الطعم الشوكولاتة اللي تحت خفيف واللي فوق بتبقى شوية يعني تحس بالشوكولات. طيب هنخلطها كويس طيب بالشكل ده وهنملى الكاسة بتاعتنا تاني بعد ما عملنا الخطوة دي بنيجي بننظف طبعا الكوباية قبل ما ندخلها التلاجة عشان أي زوايد بتمسك فيها هناخد حرف الكوباية وهننظفها كويس إنها أول ما تخش التلاجة خلاص أي حاجة هتفضل فيها فما ينفعش نقدم للضيف أو للناس اللي جاية عندنا وفيها أي حاجة. هاخد انا جايبه هنا الشوكولاته ممكن تزينيها بالشوكولاته اللي انت عايزاها اي نوع من انواع الشوكولاته. هناخد رشه بسيطه من هنا هنحطها عليه وهنرجع ناخد برضو رشه بسيطه من بودره الكاكاو. ممكن تزينيها بصوص كراميل ممكن تزينيها بصوص شوكولات زي ما تحبي وبندخلها للتلاجة تقعد لها حوالي ساعة تقريبا بيبقى بالشكل ده. هنروح نعمل الفانيليا. طيب بناخد اللي هي بتعمل فراولة بناخدها بالشكل ده بنعمل نفس الحركة فبنسميها بطعم الفراولة. طيب حطينا صوص بتاعنا وبنيجي هنا انا عاملاها بالمربى ما بحطش كتير بس بحط من الجناب. اوكي نعمل كده طيب خدنا صوص الفراولة بتاعنا هنحط البسكوت بس مش هنكتره هنا هنحطه بسيط انه انا عايزاه يطلع يظهر يعني يبقى ظاهر في حتة وحتة لا وفي نفس الوقت عشان يحد من طعم الكريمة ما تبقاش كريمة لوحدها فتبقى تقيلة. وهنرجع نحط الكريمة اللي احنا عاملينها
نشيل الحاجات دي. وهنزينها برضو بشوية مربى. طبعا التزيين الاخير ده بيبقى الصوص الفراوله ده اللي احنا بنحطه مش هينفع نعمله غير اخر حاجه، يعني بنحطها في الثلاجه ساعه وبعد كده بنطلعها وبعدين بنقوم حاطين صوص الفراوله. ممكن نحط اي صوص احنا عايزينه، يعني مش بالضروره الفراوله، ممكن نحط اي حاجه احنا حابينها. طيب هسرق لهم شويه جوز هند من هنا وهحطه بالشكل ده، تبقى التشيز كيك بتاعنا جاهزة. طبعا أنا عندي هنا محضرة لكم حاجات دخلت التلاجة وخرجت، بنحضرها بتبقى بالشكل ده بعد ما دخلناها التلاجة مدة ساعة، بنطلعها ونقدمها بالطريقة دي. طيب نروح ننضف الحاجات دي طبعا، وهنروح للوصفه الثالثه. الوصفه الثالثه رز بلبن. طيب رز بلبن هنحتاج فيه طبعا لبن، رز عادي ابيض، هنحتاج نشا، سكر بودره، فانيليا، وميه زهر، وجوز الهند. طيب الرز طبعا هيبقى مسلوق، هنبقى سلقينه، هناخد اللبن هندفيه، عايزه اللبن يبقى دافي، مش دافي يعني يبقى يعتبر مغلي مش دافي. بنحط عليه يعني قبل ما يغلي بحط عليه مية الزهر وبحط عليه الفانيليا. طيب هسيبه شوية يدفى وبعد كده هحط معاه السكر البودرة بتاعنا. بيتهيألي المرة دي غيرنا تماما عن الحلويات المعتادة والمكسرات يعني الحلويات المغربية التقليدية، فقلنا نعمل حاجة جديدة يا رب تنال إعجابكم وتجربوها، وهستنى آرائكم تقولولي رأيكم فيها إيه ومين جربها ومين ما جربهاش. طيب إحنا اللبن بتاعنا دفي، هنحط السكر البودرة بتاعنا وهنخليه يدوب فيه. وهناخد جوز الهند هنحطها عليه برضو ونحركهم مع بعض. انا بحطها في الاول عشان تدي نكهة وتنكه لي اللبن، يعني تخلي تدي طعم لللبن يبقى فيه نكهة وتبقى نكهته حلوة. النشا بنخليها اخر حاجه. الرز زي ما قلت لكم وخدناه سلقناه، بناخده ونصفيه من الميه بتاعته، نصفيه كويس بيبقى بالشكل ده. يعني هي بوله صغيره مع يعني لو هاخد مثلا لتر لبن هاخد فيه ربع يعني ربع اللتر، هناخد هنقيسه وناخد ربعه كوبايه، يعني هيبقى كوبايه صغيره مش هتبقى كبيره. طبعا انا هنا ما متوصيين فيا بس هنقلل الرز احنا. طيب هنحط اهي، هنحط الرز بتاعنا وهنسيبه يغلي غلوة مع اللبن، هنزل شوية كمان. طيب هنسيبه يغلي غلوة، عايزة اقول لكم ريحته تحفة، ريحته فظيعة. طيب هندوب فيه النشا، ممكن ندوب النشا في شوية مية، اللي بيخاف انها تكلكع معاه او تعجن ممكن ننزلها بالراحة واحنا بنحرك، اهم حاجة لحد ما يدينا القوام اللي احنا عايزينه. اهم حاجة ما نكترهاش، انها هي بتتخن النشا مع السخونية بتتخن معانا، وفي التلاجة هتلاقيها مسكت ونشفت. طيب
كده هنطفي عليه، بنسيبه ياخد غلوته لحد ما يهدى، وبعد كده بنحطه في طاجن. اللي حابب يدخله الفرن يدخله، واللي حابب يحطه في التلاجة بيحطه، بس أنا هحطه في التلاجة. بس طبعا مش هدخله دلوقتي غير لما يهدى خالص معايا، وأول ما يلم نفسه أو ما يبقى ماسك في التلاجة بنزينه زي ما احنا عايزين. عايزة أقول لكم بيبقى برضو طعمه حلو قوي. ممكن ندخل معاه مكسرات لو احنا حابين، بس هو بيبقى كده أحلى، بيبقى طعمه حلو جدا بالشكل ده. ومية الزهر بتديله نكهة خاصة قوي 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 قوي. طيب عملنا الرز بلبن، مش المغربي يا ولاء، المصري بس بنكهة مغربية. طيب هندخله التلاجة وهنسيبه فيها شوية لحد ما ينشف ويجمد معانا، وبنطلعه وبنزينه بالشكل اللي احنا عايزينه. انا النهاردة زينته لكم بالشوكولات، شوكولاتة هيبقى بالشكل ده، بنقدمه بالطريقة دي وبصحة والراحة طبعا، بالهنا والشفاء. النهاردة قدمنا لكم أم علي بالموز، وقدمنا لكم التشيز كيك بالشوكولات وبالفراولة على فانيليا عشان ولاء ما تضايقش، وحطينا لكم الرز بلبن بالشكل ده، زيناها بالشكل ده مع بعض بلمسة مغربية. وبصحة والراحة، وكل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك سعيد. خليكم معنا.